صباح الخير من جديد، وخدمة إخبارية جديدة بنتابع فيها أحوال الطقس وحالة الجو، وكمان أهم التوقعات الخاصة بالهيئة العامة للأرصاد بخصوص الظواهر الجوية الخاصة بالفترة دي. هل في فرص لسقوط أمطار ولا لأ؟ درجات الحرارة وأهم التحذيرات، وده بند مهم للتعامل مع هذه الفترة. احنا معانا على التليفون دكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور، أهلا بحضرتك. صباح الخير استاذ رغد، اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. خلينا نبدأ يا فندم مع حضرتك على طول بالتحذير من انخفاض درجات الحرارة. لأي درجة هتنخفض، وأقل درجة حرارة في مصر ممكن تكون كام وفين؟ احنا طبعا كلنا لمسنا الانخفاضات في درجات الحراره من مساء الامس، وحتى خلال فترات نهار امبارح الجمعه كانت الكتله الهوائيه تغيرت تماما على جمهوريه مصر العربيه، بعد ما كانت الرياح قادمه بين الجزيرة العربية أحيانا ومن الصحراء الغربية في أحيان أخرى، وتسببت في ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة، ووصلت فيها درجة الحرارة على القاهرة على سبيل المثال كالعاصمة 35 درجة خلال ساعات النهار. شفنا انخفاضات ملحوظة وصلت امبارح ل 25 درجة القاهرة بانخفاض 10 درجات مئوية تقريبا. النهاردة بتولي درجات الحرارة انخفاضها على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، يعني سواحلنا الشمالية بتتراوح فيها درجات الحرارة خلال فترات النهار من 19 ل 20 درجة مئوية، الوجه البحري والقاهرة ما بين 22 و 23 درجة، محافظات شمال الصعيد وصلت إلى 25، وجنوب الصعيد ما بين 26 و 28 درجة مئوية، وده طبعا يعتبر طقس ربيعي على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية. فترات الليل مع نشاط الرياح اللي احنا كلنا لمسناه في فترات الليل لمسنا ان في درجات حراره منخفضه، وانخفضت بالفعل مع نشاط الرياح كمان، واللي زودت احساسنا بهذا الانخفاض، وتراوحت درجات الحراره ما بين 12 و 13 درجه مئويه على اغلب مدن ومحافظات الجمهوريه. يعني اقل درجه يا فندم درجه حراره ممكن نوصل لها 12. بالفعل ده طبعا في الساعات المتاخره من الليل والساعات الاولى الصبح بدري عندما نخرج لاشغالنا واعمالنا اليوميه، ولكن يعني الطقس ده مستمر معانا يوم الاحد والاثنين، وهنبدأ من يوم الثلاث ارتفاعات تدريجية وطفيفة في درجات الحرارة، يعني الارتفاعات يعني هتبقى الانخفاض ده يا تدريجية. فندم مستمر معانا، انخفاض في درجات الحرارة الانخفاض مسئياً مستمر معانا والساعات الأولى من الصبح معانا. الحد والاثنين، يومين بس حد واثنين، ومن الثلاث هنشهد ارتفاعات تدريجية قبل في درجات نوصل الحرارة رمضان هنرجع تاني من درجتين. الحرارة هتجيب. من يعني الارتفاع مش ملحوظ، من درجتين يبدأ بدرجتين يوم الثلاث ويستمر معانا حتى نهاية الأسبوع بداية الأسبوع القادم، يعني معدلات الارتفاع تبقى من درجتين إلى 6 درجات مئوية. عظيم. في أي ظواهر جوية تانية غير فكرة الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة يا فندم اليومين دول؟ هو طبعا خلال ال 48 ساعة دول هو نشاط الرياح هو اللي بيسبب إحساسنا بانخفاض درجة الحرارة، وأيضا بيعمل على اضطراب في حركة المياه البحرية سواء في البحر المتوسط أو في البحر الأحمر. طبعا هيستمر الاضطراب ده اللي كان موجود معانا خلال الثلاث أيام اللي فاتوا، هيستمر معانا الاضطراب في الملاحه البحريه سواء في البحر المتوسط او في البحر الاحمر خلال 48 ساعه اللي جايين النهارده وبكره، لان ارتفاعات الامواج بالفعل بتتراوح من 4 امتار الى 6 امتار، فده بدوره بيعلق الى حد كبير عمليات الصيد والملاحه. لكن بشكل عام يا فندم طقس الفتره دي بتشوف انه ممكن يبقى فيه مفاجآت ولا كل شيء متوقع؟ يعني الحمد لله هو احنا فتره الربيع بيبقى فيها تقلبات جويه، ولكن بمتابعه النشره الجويه اللي بتصدرها الهيئه العامه للارصاد الجويه بنتعرف على كل ما هو جديد. احنا بندي تنبؤ على الاقل لمده 6 ايام، فان شاء الله ما فيش مفاجآت ولا حاجه، تكون كل حاجه بنقولها للساده المواطنين اول باول، خاصه طبعا فتره الربيع وارتفاعات وانخفاضات درجات الحراره اللي تكون ملحوظه ان شاء الله. في جزء مهم جدا جدا لازم اسال حضرتك عليه، طقس الاسبوع او اول اسبوع في رمضان، ايه ابرز الظواهر الجويه المتوقعه خلال الفتره دي يا فندم؟ لان اسال انا كمان حضرتك، حتى لسه بتقول لي ان درجه الحراره هترجع تاني تزيد في اول يوم في رمضان. هو طبعا الحاجه اللي هتبقى الناس كلها مستشعراها هي الارتفاعات التدريجيه في درجات الحراره، ولكن ما فيش ظواهر جويه حاده او عنيفه ممكن تقلق كذا تكون في المواطن. امطار مفاجاه او لا ان شاء الله ما فيش فرص سقوط امطار، لا 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 ما فيش فرص سقوط امطار، هي كل زي اللي قلت لحضرتك ارتفاعات تدريجيه في درجات الحراره هتبدأ من 25 وتنتهي إن شاء الله من 29 ل 30 درجة حتى بداية الأسبوع القادم بإذن الله. الفترة دي يا فندم مختلفة شوية، يعني في فعلا برودة شديدة بالليل والصبح، الناس مش متعودة، بتتعود إنه المفروض دلوقتي يكون الجو إن ما كانش حار هيكون معتدل. نصايح حضرتك إيه للفترة دي للناس؟
يعني زي ما بنقول دايما مهم جدا ان احنا نتابع النشره الجويه عشان نحدد نوعيه الملابس وفقا لدرجات الحراره المتوقعه. فزي ما بنقول دايما ما نخففش الملابس بشكل مبالغ فيه اللي موجود فترات الليل امبارح اكيد جرب الموضوع ده اللي خارج الصبح بدري بالليل النهارده. جواكت شتوي فورا يعني. اه طبعا، فلا مش عايزين نلبس ملابس صيفيه ونعلن عن ارتداء الملابس الصيفيه بشكل رسمي وشكل مباشر خلال الفتره اللي جايه. لسه التقلبات الجويه بتجبرنا على عدم تحديد او تثبيت نوعيه الملابس خلال الفتره اللي جايه. انا نشكرك شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معانا، واكيد لما يحصل حاجه زي دي حضرتك دوما يعني ضيف عزيز وبتطلع اهلا على اخر بكم يا تطورات فندم. طبعا الجو. شكرا لحضرتك يا فندم. العفو. طيب احنا بنشكر كمان حضرتكم على المتابعه، يعني دايما كده الصبح عندنا ومساء كمان عندنا متابعات لحاله الطقس. تابعونا في متابعات اخباريه ومتابعات متفرده من تلفزيون اليوم السابع، وشكرا للمتابعه، الى اللقاء.